مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقات اليوم خاصة بأهمية الدورة الزراعية واختيار أصناف الكوسة أو القرعة الصغيرة، بحيث كتعتبر الدورة الزراعية عامل أساسي في إنجاح الفلاحة ديال الكوسة. هاد الدورة الزراعية عندها عدة فوائد ومزايا على التربة ديالنا، وكتمكننا من زيادة في الإنتاج والرفع من المردودية. وكنعنيو بالدورة الزراعية أننا ما نزرعوش الكوسة في نفس البقعة عام على عام، ولازم نبدلو الفلاحات كل عام، ويمكن إلا دعات الضرورة نخليوها كذلك راكدة باش ترتاح. وكنصحو باش نديرو هاد الدورة الزراعية على مدة 3 سنوات أو أكثر على حساب عدد الفلاحات اللي كنزرعو كل عام، بحيث يمكن نزرعو الكوسة في دورة زراعية ثلاثية بين الحبوب والقطاني أو رباعية بين الحبوب وأرض راكدة والخضروات. يمكن نزرعو الكوسة فلاحات بينية داخل أشجار مثمرة في سنوات اللي باقي شجر صغير، ولازم نحترمو في هاد النظام دورة زراعية مقبولة. فالمزايا ديال هاد الدورة الزراعية كثيرة، بحيث كنحافظوا على الخصوبة ديال التربة وما كنعيوهاش بفلاحة واحدة كل عام. ولا درنا دورة زراعية بالقطنية كتثبت الأذوذ في الأرض وكتخلي التربة غنية بهاد المادة، وكننقصوا من كمية الزريعة ديال الأعشاب الضارة، وكنوقفوا دورة الحياة ديال بعض الأمراض والحشرات اللي كتضر الفلاحة ديالنا، وكنستافدوا من الأسمدة اللي يمكن تخليها الفلاحة اللي تبعها. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، كتعتبر الكوسة نبات عشبي حولي، والساق ديالها مكون من 5 أضلاع ومغطي بشعيرات، ويمكن يكون قائم أو مفترش. وكتعتبر تمرة ديال الكوسة لبية، وكتختلف أصنافها باختلاف شكل التمرة وملمسها واللون ديالها الخارجي والداخلي. فمعظم أصناف الكوسة وحيدة الجنس ووحيدة المسكن، فكتحمل الأزهار الذكرية على أعناق طويلة ورفيعة، بينما كتحمل الأزهار المؤنثة على أعناق قصيرة وسميكة. كتنتمي الأصناف الرئيسية ديال الكوسة المستخدمة في المغرب لثلاثة المجموعات. أولا، مجموعة كوكوربيتا بيبو، وهي مجموعة الكوسة واللي كتعطي المحاصيل مبكرة. ثانيا، مجموعة كوكوربيتا ماكسيما، وهي مجموعة الكوسة اللي كتنتج المحاصيل الموسمية وكتهم المناطق البورية الملائمة. وثالثا، مجموعة كوكوربيتا موشطة، وهي مجموعة الكوسة الجوزية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فالسوق ديال زراعة الكوسة كتير ومتنوع، فمن الأحسن استعمال الأصناف اللي عندها قوة ونوعية ثمار جيدة واللي كتصف بالمقاومة المقبولة للأمراض الرئيسية. ومن أهم الأصناف اللي ينصح باستعمالها في المغرب الماس المعروفة بديامون، والخضراء المعروفة بفيرت ماغيشير، وزناتية المعروفة فيرت ديزينيتاس، والكحل المعروفة بلاك بيوتي. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فلازم نحترموا الدورة الزراعية ونستعملوا الزريعة المختارة اللي نقية مزيان وبمعدل الإنبات في 90%. ولازم نردوا البال ونتفادوا استعمال أي زريعة ما معروفاش، وخاصة اللي كتخذ مباشرة من الكوسة أو القرعة اللي تم الإنتاج ديالها بدون خبرة أو معرفة. واختيار الأصناف يكون مرتبط خصوصا بالقدرة على مقاومة الأمراض والإنتاجية والجودة المطلوبة، والوقت المفضل ديال الجني اللي كيكون حسب طلب السوق وقيمة المنتوج. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.